أربعة أيام ليست مدة طويلة، لكنها في عرف الديمقراطيات كافية لقلب الموازين وتغيير خرائط السياسة. برلمان أوروبي جديد يتشكل بأياد يمينية منذرة بتغيرات وتحولات قد تكون جذرية في سياسات الاتحاد مستقبلا. خريطة النتائج الأولية للانتخابات أظهرت وضوح تقدما لأحزاب اليمين المتطرف في كبرى دول الاتحاد كألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا على حساب الأحزاب الحاكمة هناك. في فرنسا كان الزلزال الأكبر عندما تصدر حزب التجمع الوطني اليميني النتائج متقدما بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون. أما في ألمانيا فقد حل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف في المركز الثاني متقدما بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. وبنتائج مشابهة في إيطاليا تصدر حزب إخوة إيطاليا اليمينية المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وكذلك في النمسا حيث حل حزب الحرية اليمينية المتطرف أولا، كما عزز الناخبون الهولنديون موقف حزب خيرة فيلدرز اليمينية المتطرف. هذا ما أنجبته صناديق الانتخابات. برلمان أوروبي أزيح يمينا، ما يجعله غير مألوف نسبيا لا وجوها ولا توجهات، لتكون أوروبا أمام مرحلة جديدة قد ترسم فيها سياسات بديلة في كثير من الملفات كملف اللاجئين وانعكاسات ذلك على أوضاعهم. لكن يبقى السؤال هنا، لماذا غير الناخب الأوروبي بوصلته؟ هل هو خيار أم تصويت عقابي؟